وها نحن اليوم نحتفي ونحتفل بتسليم 1264 وحدة سكنية لأهالي غزة في احتفال ترتسم فيه على محياكم جميعا ملامح البسمة والفرح والسرور. فهنيئا للأسر والعوائل المستفيدة من الشغل السكنية التي تعتبر أكبر مشروع إسكاني في قطاع غزة بصفة عامة، ليس فقط من حيث حجم المدينة ومساحتها وعدد أبنيتها، بل أيضا من ناحية الخدمات وجودة البناء، كما أنها نفذت بمنحة قطرية كريمة وبتكلفة إجمالية بلغت 120 مليون دولار. نائب رئيس اللجنة القطرية. أننا سنحتفل رغم الجراح ورغم الآلام، فأننا نحتفل اليوم بافتتاح المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد السكنية، والتي تشمل إنشاء 1264 وحدة سكنية. إن هذا المشروع النوعي والحيوي كان له أثر كبير في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشر والغير مباشر، وتشغيل المصانع والشركات التي تضررت بسبب الحصار الخانق على قطاع غزة، والمفروض على قطاع غزة لأكثر ويزيد من 10 أعوام. فصار حديث مع الإخوة الأتراك بموجب التفاهمات اللي حصلت بينهم وبين الإسرائيليين، لأنه في أربع قضايا: الإعمار والكهرباء والماء والمساعدات الإنسانية. هذا هو ما يتعلق بغزة في مسألة التركية. وكان قبل كم يوم في وفد من سلطة الطاقة أو وزارة الطاقة التركية وصل إلى غزة، والتقى بإخواننا في سلطة الطاقة باشمهندس وإخوانه وآخرين، وأخذ تصور كامل عن هذه الأزمة، وسيساند إن شاء الله والتنسيق مع الإخوة بين قطر وتركيا في قصة 161. وأقول لكم في هذه الزيارة وما تبعها من زيارة وفد خاص إلى جمهورية مصر العربية، أننا تحدثنا في الملف السياسي وفي ملف العلاقات الثنائية وفي ملف غزة واحتياجاتها ورفع الحصار عنها، وأيضا في الملف الأمني والتخوفات القائمة على هذا الصعيد، وتحدثنا في العمق انطلاقا من إيماننا وانطلاقا من تقديرنا إلى الدور الإقليمي المحوري لجمهورية مصر العربية تجاه قضية فلسطين عامة وقضية غزة على وجه الخصوص. وبدون تفاصيل أريد أن أقول لكم نحن أمام مرحلة جديدة إن شاء الله في العلاقة مع الأشقاء في مصر. واليوم إحنا فاتحين المعبر، فتح لثلاثة أيام وفي أشياء عمالة بتدخل لأول مرة. المرة الماضية دخل الإسمنت ودخل الحديد، دخل القمح، دخلت المواد الغذائية، دخلت السيارات، دخلت متعلقات في مواد البناء، وفي حديث اليوم عن تطوير الحركة التجارية فيما يتعلق بمعبر رفح. وإحنا مرة ثانية بنأكد على التزامنا العربي والإسلامي في بناء علاقات مع عمقنا الاستراتيجي لدولنا العربية والإسلامية.
وفي البوابة هنا جمهورية مصر العربية، والتي سيتبعها توجيه الدعوة، سيتم تسليم الشقق السكنية من خلاله. ما تنسى الناصري هالقلعة العربية. هذا السيد